أعزائي المتابعين، إليكم هذه اللوحة الجمالية في قرية دروس كينينكاي في جنوب غرب جمهورية ليتوانيا. لوحات من الجمال تتواجد بالقرب من نهر نيموناس. حقا إن ذلك من إبداع الخالق سبحانه. مع وجود هذه النافورة المائية في قلب هذا النهر، وهو بمثابة بحيرة استؤصلت من النهر فاتخذت هذا المسار، البط بأشكال يتدفق ليلتقط فتات الخبز من أيدي الزائرين لهذا المكان. زهور بيضاء وأخرى باللون البنفسجي. وبعد التحري وجدنا أن هذه بحيرة مستقلة عن النهر، وهي تسمى بحيرة دروسكنس. جزء منها وشطر منها على اسم المدينة. وهذا المبنى مارغليس، وهو كنيسة كاثوليكية. هذه إذن هذه البحيرة الجميلة في قرية دروسكينينكاي. شكرا لكم، وإلى مقاطع أخرى بإذن الله تبارك وتعالى.